أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة البالغ بتهيئة الظروف اللازمة لجذب الاستثمارات وتحفيز الشركات الكبرى على التوسع في أعمالها في السوق المصرية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء مع العضو المنتدب لشركة حائر الصينية أحمد الجندي. وعبر رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لنموذج مجمع حائر الصناعي المتكامل بالعاشر من رمضان، والذي نجح بعد عام واحد من حصوله على الرخصة الذهبية في تنفيذ المشروع وبدء تشغيله والإنتاج به، وهو ما يؤكد جدية الشركة، مضيفا أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم الكامل لتوسعات المجمع الصناعي للشركة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الأهمية الاستراتيجية لمحصول الأرز باعتباره أحد مكونات الغذاء الرئيسية للمواطن، فضلا عن الأهمية الاقتصادية لزراعة ذلك المحصول الذي تمتلك مصر فيه ميزة نسبية. وخلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة موقف زراعة الأرز والأليات القائمة والمبتكرة لتعزيز إنتاجيته وتوفيره في الأسواق للمستهلكين، أكد مدبولي على ضرورة الالتزام بالمساحات المحددة بشأن زراعة محصول الأرز، مشددا على أهمية استنباط أصناف من التقاوي قليلة استهلاك المياه وكثيفة الإنتاج في الوقت ذاته، بما يؤدي بدوره إلى زيادة عرض السلعة في الأسواق وخفض أسعاره. ووجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطة للعمل خلال السنوات المقبلة تتضمن التوسع في استنباط وزراعة الأصناف الموفرة لاستهلاك المياه، بما يضمن توفير ما لا يقل عن 20% من كمية المياه المستخدمة في زراعة الأرز سنوية. شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة مراجعة المساحات المزروعة فعليا بصورة دقيقة، كذا تحديد التوسعات المستقبلية لتحديد كميات الأسمدة الفعلية المطلوبة للسوق المحلية، حتى يتسنى تحديد الكميات التي يمكن تصديرها لضمان تحقيق أقصى استفادة من الكميات التصديرية. وخلال اجتماعه لمتابعة موقف منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف دفع جهود صناعة الأسمدة الزراعية لتوفير احتياجات السوق المحلية وزيادة فرص التصدير، فضلا عن العمل على تحقيق الضبط لمنظومة توزيع الأسمدة بما يخدم مصالح المزارعين. وشهد الاجتماع عرض تقرير حول منظومة توزيع الأسمدة الأزوتية باعتبارها النوع المدعم من الأسمدة، مشيرا إلى جهود تطبيق منظومة إحكام الرقابة على تداول الأسمدة المدعمة لضمان وصول الأسمدة من مصانع الإنتاج إلى منافذ التوزيع المختلفة، وذلك بجميع المحافظات. وفي سوق المال مشاهدين، أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب وسط تداولات بلغت تقريبا 4,800,000,000 جنيه. ربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى تقريبا 2 تريليون جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة بلغت 0.91% مغلقا عند مستوى 29,667 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة بلغت 1.18% مغلقا عند مستوى 6,833 نقطة، فيما صعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة بلغت 1.17% مغلقا عند مستوى 9,745 نقطة. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم الصينيين بثلاثة أضعاف، منددا بمنافسة غير نزيهة.
تنعكس سلبا على العمال الأمريكيين، ذلك قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية. كما أفاد البيت الأبيض أن مكتب التمثيل التجاري الأمريكي سيفتح تحقيقا حول ممارسات الصين غير النزيهة في مجالات بناء السفن والنقل البحري والنشاطات اللوجستية، استجابة لطلب من عدد من الهيئات النقابية في هذا القطاع.